هذا الدين بشموله وكماله جاء بكل عظيم وجليل، ومما جاء به هذه البراءة من المشركين ومن الشرك وأهله. تفضل شيخ. الشرك أمره خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله كان يحذر أمته من هذا الشرك، وكان يغلق كافة الأبواب التي توصل إلى هذا الشرك. نعم. وكان في المقابل يمتدح الموحدين الذين يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم من إفراده جل وعلا بالعبادة، وبما أوجب الله تعالى عليهم من السمع والطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالآن لما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فروة بن نوفل الأشجعي، يقول فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله. رجل يعني تحصل له فرصة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون فرصة إلى أن يسأله شيء يقربه إلى الله عز وجل. نعم. فلما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله، لابد أنه يريد شيء ماذا؟ يدله على ما يقربه إلى الله عز وجل ويباعده عن ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون إلى خاتمتها فإنها براءة من الشرك. سبحان الله. براءة من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هذه السورة ولما تضمنته مع سورة الصمد من الإخلاص كان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، والطواف علامة على ماذا؟ توحيد، على السمع والطاعة والتسليم والإخلاص، ولا تطوف حول البيت حجر ما تدري، ولكن أنت تسلم كل طوافك لله عز وجل. إذن من السنة بعد الطواف ركعتي الطواف تقرأ، تقرأ قل هو الله أحد كما في صحيح مسلم. نعم. وقل يا أيها الكافرون، الأولى بالكافرون والثانية قل. نعم. الله أحد. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. نعم. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من 25 مرة يسمعه الصحابي يقرأها في ركعتي الفجر والمغرب. الله. بسورتي الإخلاص سميت هذه السورتين سورة الصمد والكافرون سميتا بماذا؟ سورتي الإخلاص. بسورتي الإخلاص. وهذه السورة سورة مكية، ولما نقول مكية تعلم أن غالب من سمات الصور المكية كما يقولون وطابعها هو الدعوة للتوحيد والبراءة من الشرك. نعم. فلذلك جاءت هذه السورة في ماذا؟ في لتتضمن حقيقة الإخلاص لله تعالى والبراءة من المشركين. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.